والآن مع الليلة الثالثة من المحرم لعام 1409 هجرية في حسينية الأربش. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا التعبير وإن هذه أمتكم أمة واحدة، الأمة المقصود بها الجماعة التي يجمعها مقصد، يعني جماعة عندهم هدف يجتمعون على هدف، كل جماعة يجتمعون على هدف يسمون أمة. التفت لي، الأمة الجماعة. ارجع إلى كتب اللغة، كل واحد يقدر يرجع إلى كتب اللغة إلى التفاسير. الأمة هي عبارة عن الجماعة التي تجتمع على هدف، عرفت؟ زين. فأكو حشاية أنا تعرضت لها أكثر من مرة، أكو بعض المهرجين يقول ذول الشيعة يشتمون العرب والعروبة. شلون يا با؟ يقول لأن يقولون لعن الله أمة قتلتك، يعني معناه يشتمون العرب. أولا شلون نشتم العرب؟ الحسين هو مو من العرب؟ نشتم للحسين؟ شو أبو الحسين مو من العرب؟ جد الحسين مو من العرب؟ ها؟ يعني معناه نشتم رسول الله ونشتم الإمام علي ونشتم أئمتنا؟ أئمتنا عرب نشتمهم؟ إذن الأمة الجماعة، يعني لعن الله جماعة قتلتك. التفت شوي زين، الجماعة اللي قتلت، وإلا احنا مو شعوبين. لا لا بالعكس، احنا نحمل شعار القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأزيدك أكثر من هذا، لما ترجع إلى القائمة مال الشعوبيين ما تلقى واحد من عندهم شيعي. أنا ذاكر هذا المعنى في هوية التشيع، اللي يحب خلي راجعه في باب الشعوبية. زين، مستعرض ذولا أبرز العناصر الشعوبية، ما ولا واحد من عندهم من عندنا بالمرة، من غيرنا. زين، إذن في واقع الأمر أن الأمة المقصود بها الجماعة التي تجتمع على هدف. الجماعة اللي تجتمع على هدف يعبر عنها أمة. زين، القرآن يقول هذه أمتكم جماعة مجتمعة على هدف. شنو هو الهدف؟ الهدف وحدة المسلمين حتى يعيشوا في ظل لا إله إلا الله. نبه لي، هذا هو الهدف اللي تجتمع عليه الأمة. وكل عمل، كل عمل يهدف إلى تمزيق المسلمين، إما أن يكون ناتج من جهل، وإما أن يكون ناتج من غرض سيء. نبه لي زين، يوم من جهل يوم من غرض سيء. هذا الموضوع إن شاء الله أنا أشبع إليك ليالي الآتية بعون الله، وأحاول أنظر لك إليه، بس ما أريد يطغى على صلب الموضوع. القرآن يقول أن المسلمين أمة زين واحدة مجتمعة على هدف، وأنا ربهم الذي خلقتهم وربيتهم، الله عز وجل يقول، ويطلب عبادته. إيش معنى؟ شنو ليش الله عز وجل هنا يطلب عبادته؟ التفت، أكو نقطة هواية دقيقة، كأنه يريد يقول أن ذول اللي يتفرقون يعبدون غير الله. شلون يعني يعبد غير الله؟ التفرقة تيجي من عبادة غير الله. شلون يعني منين من عبادة غير الله؟ تيجي من عبادة الهوى، من عبادة الغرائز، من عبادة المادة. شلون؟ شلون يعني؟ يعني مثل، خلي أضرب لك مثل. أول قبل يومين ثلاثة جابوا لي شريط لواحد من هؤلاء اللي يصعدون على منابر، يقول ذول الشيعة هذا القرآن اللي عندهم مو قرآننا، هذا قرآننا مو قرآنهم، القرآن هم محطوط بالسرداب عند صاحب الزمان، من يطلع يطلع وياه، ما القرآن فاطمة يطلع وياه، موجود عندي الشريط اللي حب سمع يشوف. زين، تقول له يا أخي أنت إلك 1400 سنة في كل تأريخك، هل معجوفة إلك 1400 سنة إلكم تكرروها؟
ما عثرت لكم على قرآن من قرائن الشيعة غير هذا القرآن هالمدة 1400 سنة، ولا لقيت لكم قرآن واحد أبدا. طيب انت هاي المساجد اللي قدامك، مساجد الحسينيات، البيوت المملوءة بالمصحف الشريف، زين، هذه كلها ما تقوم دليل على أن قرآننا هو قرآن المسلمين بصورة عامة؟ انت تدور لي رواية عد واحد اكو عندك مثلها 100 ادليك عليها اذا ما تندل، زين، تدور لك رواية مشلب لي بهالرواية ان قرآنكم غير هذا القرآن. ارجوك، هذا هيك واحد يعبد الله؟ هذا هو، هذا ما يعبد الله، هذا يعبد، هذا يو فلوس وراء، نبه لي، يو منصب، يو فلوس، يو جهل، وحدة من عدين، سوء فهم. وإلا في واقع الأمر اللي يسعى في تفريق الأمة لا يعبد الله، إنما يعبد غريزة من الغرائز، إما أن يعبد غريزة حب المال أو حب الجاه أو الحقد. يعني هذول مع شديد الأسف الإنسان المسلم اللي يعبد الله هو يكون ورع، ما يتسرع في أن ينسب إلى المسلمين ما ليس عندهم. مو سهل علي انا اجي اكفر لي شريحة ضخمة من المسلمين لانها ما تلتقي وياي ببعض الاراء. انا ما التقي وياكم ببعض الاراء لانه عندك دليل وعندي دليل، انا ما اخذ بها الدليل وانت ما اخذ بها الدليل، واثنين نرجع الى قرآن واحد. لكن مع الاسف هذا النمط من الناس، نمط الحقيقة ما يشوهم ان تتحدث عنه، لكن يعني من باب التنبيه، من باب الإشارة. زين، خلنا نرجع للموضوع. إذن الأمة واحدة والله عز وجل واحد، يقول أنا ربكم فاعبدون، يعني لا تعبدون الهوى، لا تعبدون الغرائز، لا يمزق بعضكم بعضا، ليجي واحد يفرقكم لأن يعبد غريزته، يعبد غريزة الجمع، يعبد الأموال، يعبد الجاه، يعبد الأساليب الملتوية. لا، خلي يعبد الله، وعبادة الله تقتضي أن نوحد الله وأن نوحد الأمة. نبه لي، لأن تمزيق الأمة يدل على أن الإنسان يعبد غير الله. زين، خلي نجي إلى مصادر الوحدة. يعني إحنا مثلا سنويا مجتمعين وقاعدين بهالأعداد الضخمة، ودائما نكرر ذكر الحسين وننقد الأمويين. ليش ننقدهم؟ لان يا اخي الامويين سببونا كارثة. شنو الكارثة؟ الكارثة سابين لك مصادر الوحدة عند المسلمين ضربها الامويون. عندنا مصادر للوحدة ساشرحها لك، هاي مصادر الوحدة ضربوها الامويين. شنو هي عندنا مصادر الوحدة؟ مصادر الوحدة اولا القرآن، وثانيا بيت الله الحرام، نبه لي زين، وثالثا العترة. هاي كلها مصادر الوحدة، هذه مصادر للوحدة الإسلامية. شلون؟ خلي عشان مر عليها. أولا نجي إلى المصدر الأول، القرآن الكريم. مو قلت لك القرآن يقول أنتم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ زين، معناه القرآن حامل لواء الوحدة، وإحنا نعرف أن الإسلام دين التوحيد. الإسلام دين التوحيد، وحد لك القبائل كلها صهرها تحت لواء لا إله إلا الله. الأديان العبادات كلها صهرها ذوبها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذا يصير البناء يظل الباب مفتوح، واحد يجر طول واحد يجر عرض، الناس راح يتمزقون. قال الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما أطاعوا، لما ما أطاعوا حصل التمزق، صار لك الصراع، الحروب الصليبية، الصراع بين الكتل المسيحية والكتل الإسلامية. نعم، صار الصراع على أشده لما تعددت الأديان. اجتنا المشكلة الثانية ستمر علينا بعدين، تعدد المذاهب أيضا هذا سبب لنا مشكلة، والحال إحنا ما عندنا تعدد بالمذاهب، عندنا الفقيه طريق إلى الإسلام. الفقيه، كل فقيه، الفقيه شنو؟ أنا ما عبده، الفقيه شغلته يطلع لي الحكم الشرعي من القرآن ومن قول النبي، هذا هو مو أكثر. فإذا هو طريق إلى الإسلام، هو مو غاية، هو طريق. دخل نرجع أولا إلى مصدر الوحدة الأول وهو القرآن.
القرآن اكو عندنا طريقتين الى ضربه. مرة نضرب القرآن نمزقه ماديا، يعني نلزم الوراق نمزقه، ومرة لا والله نجي للقرآن نفرغه من محتواه. شلون يعني؟ يعني نفسره تفسير تافه. مثل ايش؟ شو دخل اضرب لك مثل؟ انا العام اشرت لك الى بعض القضايا على ما اذكر. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، الله عز وجل ابتلى نبيه ابراهيم بكلمات فاتمهن عليه. شنو هالكلمات اللي الله ابتلى بها؟ يجيك بعض المفسرين يقول قص الاظفر واخذ الشعر الزايد وازالة الوسخ عن الجسم، ذن اللي الله ابتلى به ابراهيم. اما امتحن بها، عجيب هاي الآية الضخمة كلها، الله خابص الدنيا على ابراهيم، ما يقص ظافيره بمقص يعني، هي يقص طرف لحيته. هاي اشبه شيء، اكو قضية نقلوها للحجاج. الحجاج فرد يوم لقال صفط كبير جايبي لهيا من الخزائن، من جابوه من الفتوحات، قالوا فتحوا للصفط، فتحوه طلع صفط اصغر منه، فتحوه طلع صفط ثالث رابع خامس، طلع صفط عاشر، عشر صفات واحد بالاخر. اكو بيشي خرخش، قال لهم هذا لازم يظهر اكو بي شيء ثمين جدا حاطيه بعشر صفات، لازم بيه هواية شيء مهم جدا. قال انا هذا ما افتحه، اطرحه للمزايدة بهالشكل، اللي يحب يشتريه ما عندي مانع. فعلا طرحه للمزايدة بس بشرط اني فتحه قدامي زين. فلازمه مولانا واحد دفع بي 150 الف دينار، اخذه فتحها مع قدام الحجاج، طلعت بي ورقة مكتوبة شنو؟ من اراد ان تطول لحيته فليمشطها من اسفل. والله ودعتك اكو بعض الناس من النوع يا سيد الله، بعشر صفاطة يطلع لك لما تخبره تختبره، يطلع لك من اراد ان تطول لحيته فليمشطها من اسفل. والله زين، ارجوك هذا، هاي التفاهة، هاي القرآن الكريم، هاي الآية الضخمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه. عجيب هاي الكلمات اللي الله عز وجل امتحن بها نبيه إبراهيم. النتيجة شلون؟ تقص ظفرك وتغسل جسمك وتقص الشعر الزايد، حكي عجيب يعني. هاي محاولة ما تقدر تعتبرها بريئة. أكو تفسير للقرآن، ضرب للقرآن من هالنوع، يجيك واحد يلزم لك القرآن الكريم، يريد يهشم معانيه، يصرف مدلوله، يوخر عن مدلوله. القرآن عطاء الله للإنسانية، القرآن ذخيرة الله للبشرية. نعم، الله عز وجل ختم به الأديان. نجي للقرآن مثلا نلقى كل مهمته أن الاعتناء بهالجوانب، لا لا، القرآن الكريم أكبر من هذا وأعظم في عطائه. فمرة واحد يجي للقرآن يصرف عن مدلوله، يحطمه، وهذا حصل. حصل شلون؟ حصل، تدري لما نزلت هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. تعرف ان جماعة معاوية حاولوا ان يوخرون هالواو، هالواو يوخروها مو والذين يكنزونه، تنبه لي، لان هاي اذا وخروها للواو شو تصير الجملة؟ تصير الجملة وصلية، يعني ان يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل الذين يكنزونه، يعني الاية تصير نازلة بالاحبار والرهبان، بينما الآية مو يم الأحبار والرهبان، الآية مع كل الناس، تقول كل واحد يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله بشره بعذاب أليم. يريد يصرفها عنهم، وين وداها؟ لليهود والنصارى، للأحبار. شايف؟ فد محاولة لئيمة يعني، محاولة عجيبة، محاولة للعبث بالقرآن، وخرها للوقت، قالوا له لا. ولهذا هواي المسلمين احتاطوا لما جمعوا القرآن، تتصور احتاطة واحتياط عجيب. ومع ذلك احنا ما نعتمد على الوسيلة اللي ذكروها المفسرين، مو اكو الان عند المذاهب ان القرآن
كان يجي واحد يشيل آية يجيب له شاهد ويا اثنين يثبتون الآية، لا مو شيء. القرآن كان مجموع على أيام النبي، مجموع ومكتوب وكان يعرض على النبي كامل، والنبي قرأ في مكانه، والإمام علي ما طلع من بيته حتى جمع القرآن. هو هذا القرآن اللي بين الدفتين، هذا قرآن المسلمين، لا بزيادة ولا بنقيصة. واللي يقول بزيادة أو بنقيصة احنا نبرأ من عنده، هذا رأينا، هذا واضح ورأي أساطيننا، ويصدق ما يصدق تقرأ شو ألف حائط، هذا واقعنا احنا، مو ما 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 جاي ما جاي نستجد العطف من واحد، لا. زين الواقع إذن محاولة ضرب القرآن مرة بصرف مدلولة ومرة لا والله ضربوا للقرآن مزقوا أهانوا. إجا الوليد حط له أربعة رماح وحط القرآن على الرماح الأربعة وأمسك السهم رمى القرآن حتى مزقه. ليش؟ لأن استفتح بالقرآن طلعت الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قال عجيب، يهددني القرآن، أتوعدني بجبار عنيد؟ أجل أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. إذن القرآن مصدر الوحدة انضرب، ضربوه الأمويين، ضربوه معنويا وضربوه ماديا. فمو من حق المسلم أن يقف منهم موقف سلبي، لأنه يعتدون على أغلى مقدساته وهو القرآن. نجي من بعد القرآن ياهو، المصدر الثاني من مصادر وحدة المسلمين مكة المكرمة، الكعبة الشريفة. الكعبة الواقع، إذا تريد تعرف شلون الإسلام يوحد المسلمين، أوقف المغرب، نعم أوقف المغرب مولانا بالكعبة أو بالمسجد النبوي الشريف وشوف شكو المنظر الرائع هذا. الناس متحلقة حول الكعبة، كل الجنسيات ذايبة تحت لواء لا إله إلا الله. المنظر الرائع اللي يهزك من أعماقك عندما توقف، ها والله ما ينشبع منه واحد لما يبعد هناك. علم الله أن الجنة بعينها في مهابط الوحي. إذا بعض الناس يصور السعادة بالمناطق الرائعة أو الخضراء أو بالمشاتي أو بالمصائف، لا والله السعادة هي سعادة الروح، السعادة حيث تذهب هناك. مو يقول واحد من الشعراء المعاصرين، يقول أيها الغارقون، أيها الغارقون في همشات نال منها حتى أخش القرود، ها هنا يطفأ الغليل، فهيا ننزل الرحل عند نبع برود. الجنان المفوفات هراء جنب رمل النقا ووادي قديدي. السعادات ليس إلا بدرب الله في أفقه الكريم السعيد. الواقع الجنان المفوفات وجميع ما فيها ما تسوي لك لحظة من اللحظات اللي تقضيها في ظل الكعبة أو تقضيها على الرمل وانت تلمح على الرمل طيوف أقدام محمد وصحبه. نعم إذا مريت هذا المنظر يأخذك من أعماقك، شدك شد. هاي الواقع، الكعبة مصدر من مصادر الوحدة، تجمع المسلمين من شتات الأرض، من شرق الأرض وغربها. ونأمل من الله أن يلهم القائمين على الكعبة أن شوية يكون أفقهم أوسع من هالأفق، يعني يكون يحتضنون كل أهل لا إله إلا الله، يعني بحيث أنا لما أختلف لي، اتنبه لي لما أختلف لي مع مسلم في فرع من الفروع، مو معناه أنا خارج عن الإسلام ولا هو خارج، هو إلى دليل وأنا إلي دليل. ملاحظ لي؟ يعني مثلا خل أضرب لك مثل، الحج والعمرة اثنين هن بشهر واحد، أكو رأي للخليفة الثاني أن لا العمرة تفترق عن الحج، بس أنا ما أجي لأعادي لأن عند رأي بأن العمرة تفترق عن الحج، لا، واللي حب يقدر يشوف الدليل يتبعه. والآن عمل المسلمين أن الحج والعمرة في شهر واحد، يعني واحد لما يريد يروح يحج زين
هذا حج القراء يقرن العمرة بالحج. فكون اختلفوا وياي بالرأي اختلف وياي بالرأي عنده الى دليل، انا الي دليل، الشياه اللي دليل ناهض شيء اخر، بس كون المسلم يختلف مع مسلم اخر بدليل مو معناه هذا موجب للعداوة ابدا. اذا الكعبة الواقع مصدر من مصادر الوحدة الاسلامية، الكعبة تجذب الناس من شرق الارض وغربها، وتذوب الناس كلها في بوتقة واحدة. انت شايف العظيم والكبير والصغير والملك والسوق والشخص العادي كلهم تلقاهم على مستوى واحد، سواء العاكف فيه والباد على حد سواء. هذا لابس له احرام وهذا لابس له احرام، وكلهم يرجون الرحمة من الله في ظل الله كلهم. ها هناك تلقى منقطع رشحة من عطائك الغمر يا رب، فمنك العطاء محض الجود، يا ندا يبتدي ويعطي ويعطي الخير حتى لمجرم وجحود. نعم الواقع تلقى النفوس هناك متطلعة الى عطاء الله، شايفة هذا ابو 80 سنة يهرول بين الصفا والمروة ويصيح يا رب، يرمل ها ويصيح يا رب، كل صاير لك كتلة من الشعور بالانقطاع الى الله. طيب هذا اكو منظر اعظم من هذا المنظر، هاي الكعبة الشريفة اللي تلم الناس من شرق الارض وغربها وتوحد ما بيناتهم، اجوا ضربوها. شلون ضربوها؟ ارجوك الكعبة موضع احترامنا، يعني احنا نعرف من الاحكام ان اذا واحد يدخل الى الكعبة هو قاتل ما لهم حق يقيمون عليه الحد. نعم يضايقوه بالطعام والشراب الى ان يطلع يلا يقام عليه الحد، لان هي مصدر امان. الكعبة مثلا كل مسلم يدخل اليها عندما هو يأمن بظلها ويشعر بعطاء الله عز وجل في ظل بيته، هي موضع تقديرنا، موضع تكريمنا، إماطة الأذى عنها، تنظيفها، إعمارها بالذكر وبالعبادة. اجوا الأمويين سلطوا عليها المنجنيقات، زين مرتين، نعم مرتين، مرة لما دخلوا إلى عبد الله بن الزبير، نعم حطوا المنجنيقات على الكعبة واشتغلت عليها، حرقوا أستارها، هدموا أركان الكعبة، خلوا القتال بقلب الكعبة. مشي مو كان عبد الله ابن الزبير لحقوه وضربوه قتلوه بالكعبة، قام الدم يشيل من جبهته. إش هذا أمة أشمى ذات النطاقين، هذا أمة أشمى ذات النطاقين، بنت أبي بكر زين وأبو الزبير حواري رسول الله، ومع ذلك شو يمر التاريخ على قتله؟ برودة يعالج قتله برودة، لأن اللي قتله جماعة ما هالقد مغضوب عليهم شوية زين أبدا، ولا يصير حساسية. قامت الدماء تشيل من جبهته بالكعبة وهو يقرأ ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. والنتيجة وإذا الكعبة تهان بذلك الشكل، زين مرتين تسلط عليها المنجنيقات، مرتين تحرق، مرتين ترمى بالحجارة، يوصل الأمر بها إلى أن الدم يشفك بها، ايش ظل إلها بعد الكعبة من وحدة؟ ايش ظل إلها من احترام في نفوس الناس؟ بينما شوف الحسين ترى طلع يوم 8، حسين يوم التروية طلع من مكة، من اجا ما قدر يكمل حجة، ولا مستعد يطلع الى منى، حل الاحرام ونواها عمرة مفردة، خلص طاف وسعى واكمل مراسيم العمرة وحل احرامه. واحد قال لي ابن رسول الله بينك وبين الحج سويعات، ليش ما تكمل حجتك؟ قال انا اؤثر انه يقتل في الكعبة كبش يستحل حرمتها، ما احب اكون هذا الكبش، ما احب. الامويين ما عندهم مانع ترى يقتلوني بقلب الكعبة، الامويين كل مانع ما عندهم يخلون الدم يجري بقلب الكعبة، انا احتراما للكعبة لازم اغادرها اطلع عنها. وفعلا احترم الكعبة وطلع غادر الكعبة وخرج جن. فالمسألة في واقع الامر
الكعبة اللي هي مصدر الثاني من مصادر وحدة المسلمين ضربوها الأموي. أي اثنين، المصدر الثالث العترة، مو القرآن والعترة جمعهما النبي صلى الله عليه وآله في حديث واحد: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هسه هل المسلمين هل من يقرؤوا الخبر إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي؟ عترتي ماكو. مع العلم يعني أنا مستعد أعطيك كتري كم مصدر من كتب الصحاح من المصادر الإسلامية الأخرى للمذاهب الأربعة كلها تروي وعترتي. ما أدري شنو العقدة عند الناس من العترة، ليش ما أدري شنو هالعقدة. وعترتي أهل بيتي. طيب العترة إذن عدل الكتاب، مو يقول النبي صلى الله عليه وآله لقد نبأني اللطيف الخبير أنهما ليفترقا حتى يرد علي الحوض، القرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. زين، هذه العترة النبي لما جعلها عدل الكتاب يعني شنو؟ يعني جعلها حاملة القرآن مترجمة القرآن. طيب اجوا الامويين ايضا عددوا المصادر، يعني ما خلوا الناس ياخذون يشربون من النبع النظيف، لا، صرفوا الناس الى نبع اخر يشربوا من ذاك النبع. طلع لك ربيع الرأي وطلع لك فلان وطلع فلان، انا ما يضيق صدري ان يطلع واحد فقيه مثلا يأخذ الحكم من كتاب الله ايا كان، ما في مانع. لكن طبعا وجود الافضل ما يقتضي واحد يترك الافضل ويروح لغير الافضل، هاي من ناحية. وجود المأمون، العترة مأمونة على الكتاب، يعني انا لما اخذ الرأي من الامام الصادق اخذه وانا مطمئن بانه مأخوذ من القرآن، مو داخل بي هوى ولا داخل بي نعم شطط ولا داخل بي لعب ابدا. يعني بتعبير اخر اخذ الحكم من منبع الصحيح، اخذ من مصدر الصحيح ومن منبع النظيف. طيب فكون اهل البيت حملت الكتاب هالمعنى مالك تدري ان عبد الله ابن عباس حبر الامة الى فتاوى ما اخذها عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، تدري هارون الرشيد ود ورا جماعة بلغ انهم يفتون برأي الامام علي، قالهم اجاني خبر انتوا اذا تمر عليكم مسألة هاي المسألة تفتون بها برأي علي ابن ابي طالب، اذا سمعت انكم تفتون برأي علي ابن ابي طالب اضربوا اعناقكم. زين، اكثر من هذا في ايام الامويين ما يقدر واحد يذكر له حكم عن علي ابن ابي طالب، يعني يقول مثلا رواية ما يقدر يرويها، يقول حدثني فلان عن فلان، لما يجي للإمام علي يقول حدثني فلان عن فلان عن الشيخ، بس يعبر عنه بالشيخ او يعبر عنه ابو زينب، بس ما يقدر يجيب اسمه، اذا جاب اسمه يبتلي على عمره. ليش؟ يعني المفروض اني انا اريد اخذ لي حكم من الكتاب، وهذا صنو القرآن، مو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي. طيب صنو القرآن، اذا كان صنو القرآن ليش ما اخذ من عند الحكم الشرعي؟ اجوا الى هالمصدر الثالث من مصادر الوحدة ضربوه، وانخلقت لنا هاي مشكلة المذاهب. ترى ما يعني ماكو فقيه يفرق عن فقيه، فقيه مسلم يعني احنا ما عدنا مذهب منصوص عليه من السماء، لا، يعني يكون فلان فابو حنيفة فقيه، الامام مالك فقيه، احمد بن حنبل نعم محدث، زين، وهكذا، يعني كل واحد من عدوم يوصلك للاسلام، يعني طريق توصل عن طريق للاسلام، وإلا ما عدنا، مو غاية المذاهب، مو غايات، وسائط توصلك الى الحكم الاسلامي. لكن اجوا الى المصدر، الى حملة الكتاب، ضربوها للعترة، ضربوها لان بذلك يريدون القضاء على وحدة مصادر المسلمين. وفعلا انتهوا الى هالنتيجة. شلون هم كانوا استقروا الامويين؟ لان ضربوا المسلمين بعضهم بالبعض الاخر،
انت ارجع شوية الى تاريخهم، شو خلقوا مشاكل بين القبائل، ايش خلقوا مشاكل بين فرق المسلمين، ونشأت لك اكبر مشكلة عن طريق ضرب مصادر الوحدة، وانتهى الامر الى هذه الواقعة الفاجعة. لان ترى مو صدفة، لما اشرح لك شيء، ترى مو صدفة تسمع واحد يوم الطف لما يطلع الحسين يحمل الرضيع، تسمع لك واحد من قلب الجيش يصيح اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. ليش؟ شنو الهدف؟ كان يقول لك هذول الصوت الغير المأمون علينا، هذا صوت يمثل محمد، وصوت محمد ما كان محبب الى نفوس الامويين، لان الامويين يتصورون ان محمد اجى اخذ الحكم من عندهم، ما يتصورون معنى نبوة، نبوة ما موجودة في فتح مكة. فتح مكة العباس ابن عبد المطلب صديق ابو سفيان، جاب ابو سفيان قال تعال لحق لحق اسلم قبل ما تموت، لحق قبل ما تاخذك السيوف، اجيبك اسلم حتى تخلص. قال له زين، جاب اردف وراه وجاب الى النبي، النبي مطرق شار راسه واذا ابو سفيان على راسه. قال له يا ابو سفيان، اما انا لك ان تشهد باني رسول الله وان الله وحده؟ قال له الله وحده تمام، لان لو كان مع ربك رب اخر نعم لما نصرت، بس يظهر ان ربك هو الغالب وربك واحد، لكن انت رسول الله في نفسي منها شيء. اللي يحب شوف اقرأ شرح النهج لابن ابي الحديد في فتح مكة وشوف عبارته، يقول له ما اهضم اقول انت رسول الله، وكذا العباس بالسيف، قال لك اسلم يا مائق، لك اسلم قبل ما تاخذك السيوف. يقول قالها ولسانه يتلعثم، زين قال اشهد ان لا اله الا الله صار مسلم. النبي التفت للعباس قال له حبسه بمضيق الوادي، وقفه خلي تمر عليه كتائب المسلمين، وقفه وقامت تمر عليه الكتائب كتيبة ورا كتيبة. هو شي يقول له للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. قال له ما هو الملك؟ انها النبوة، مو قضية حكم، هاي مو ملك، هاي النبوة. فهذا ما يفرق، يعني ما يتصور ان رسول الله نبي، زين هذا الى كلمته المعروفة تلاقفوها يا بني امية تلاقف الكرة، كلمته واضحة معروفة. واجوا احفاده، اللي اقول لك ضربوا وحدة المسلمين، اولاده واحفاده، يزيد يجلس على منبر المسلمين، نعم على منبر المسلمين يجلس ويطيل النظر ويردد هالابيات: إذا مت يا أم الأحيمر أنكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا، فإن الذي حدثت عن يوم بعثنا أحاديث زور تترك القلب شاهيا. يجيبون الشبايا، شبايا رسول الله، تدخل عليه يقرأ البيتين: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لم تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. وفعلا والله قضى ديونه. شلون ديونه أخذ؟ يعني تقاضى وتقاضى، يعني فتقضى غريب في بابه، قضى من النبي ديونه. خلالك بيوت النبي خالية، ما بيها إلا الحسرة، ما بيها إلا اللوعة. يطيل النظر إلى شبايا رسول الله، اللي دخلوا إلى المجلس منه دخلا بنات رسول الله، اللي طبنا أرجوك بنات الزهراء، الزهراء بيت رسول الله، بنات الزهراء أحفاد النبي في وسط المجلس، ويقولها انما خرج عن الدين ابوك واخوك، ويقولها لو شئت انا افعل لفعلت، اجعلكم عبيد مستخدمين.
نعم، ولذلك كانت أخت الحسين تنظر إلى هذا فتختنق بعبرتها، يمر عليها ساعات من هالنوع شديدة، تقول لليزيد إيش أسوي، ولا إن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستعظم توبيخك، أستكبر تقريعك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب لقتل حزب الله النجباء بأيدي حزب الشيطان الطلقاء، وهذه الأيدي تنطف من دمائنا. شعلت للمجلس بهالخطبة هاي، خلت للمجلس يضطرب يمينا وشمالا، ما قدر يزيد من بعد الخطبة يخليها بالمجلس، قالهم طلعوهم لعائلة الحسين، طلعوهم وين؟ ودوهم إلى مجلس إلى خريبة. هسا يقول واحد من المؤرخين، يقول هند هاي زوجة يزيد ما كانت تدري أن الشبايا هم شبايا الحسين، لأن هاي عايشة ببيت علي بن أبي طالب، بعد ذلك تزوجت، انتهى بها الأمر، تزوجت يزيد، سمعت صوت، الصوت مو غريب عليها، صوت زينب تسأل واحد من جواريها، الوحدة من جواريها، تقولها ويحك من المتكلم، منو هذا اللي يحكي الآن بوسط المجلس؟ قال سيدتي لا أدري. قالت لك اذهبي انظري روحي سألي قولي من هذا الذي يخطب. ذهبت الجارية رجعت، قال سيدتي يقولون أن المتكلم زينب. قالت زينب كثير بالدنيا، شو روحي اسألي زينب بنت من هاي، المن تنتمي، إلى أي بيت، إلى أي أسرة. رجعت الجارية سألت ورجعت، قال سيدتي يقول الجلواز المتكلم زينب ابنة علي بن أبي طالب. لما سمعت ذلك رفعت يدها لطمتها، قالت فض الله فاكي وأجهد بلاكي، قلت جايب زينب إلى هذا المجلس، أين عنها أهلها، أين عنها الحماة من آل هاشم. لما تأكد أنها زينب قامت إلى الستار أماطته ودخلت، رفع يزيد رأسه إليها، قال هند أما تستحين تبرزين بين الرجال أمام الناس؟ قالت ويحك أنا استحي، وهذه زينب بمجلسك أنا استحي، وهذه صرخة آل عبد المطلب، زينب اختنقت بعبرتها واتجهت إلى أهلها، أنا منين وانت منين يا بين، أنا وين وين الدواء، هل عني بعيدين. هدأت العيال وهدأت الأطفال وباتت تلك الليلة بالخربة، لما جن عليها الليل بادرت إلى رأس أبي عبد الله، المن بعد حسين من واي من واي، ظن انقطع وانقطع رجواي، احمل ضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.